السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة هنعمل عزومة بسيطة وسريعة وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف احنا عملنا ايه النهاردة. انا بدأت اول حاجة بالعصاج، عملت حلتين، حلة هعمل فيها الفريك وحلة هعمل فيها اللحمة المفرومة. انا هعمل باللحمة المفرومة جلاش وسمبوسك، وهعمل بالفريك هحشي بيه حمام كداب. يلا نتابع ونشوف انا هعمل ايه. انا حطيت مادة دهنية في الحلتين وحطيت عليهم البصل وهسيبهم لحد ما يدبلوا ويحمروا معايا. من الحين الاخر قلب البصل عشان ما تتلسعش معانا. وانا دلوقتي البصلة بتاعت الفريك حطيت عليها قرنين فلفل رومي متقطعين واسيبهم يتشوحوا معايا. انا حطيت رشة ملح في البصل عشان يدبل بسرعة ويستوي اسرع. وعندي حاجة تانية، الفريك انا مش بنقعه، انا بغسله فقط. لما بتنقعيه بتحسي فيه ريحة زفارة، فافضل حاجة ان انت تنقيه كويس وتغسليه على طول قبل السوا. هنبدأ نحط التوابل بتاعة الفريك. عندنا مرقة دجاج، عندنا حبهان، وورق لوري مطحونين، وملح وفلفل، ورشة من الكمون والكزبرة الناشفة. هنقلبهم كويس مع البصلة، وكمان هرش عليها رشة من جوزة الطيب، هبشرها على البصلة. هيتحمروا شوية وهنزل بالفريك المغسول عليهم ياخد تشويحة، وبعد كده نزوده. وفي الحلة التانية البصلة بتاعت اللحمة المفرومة لسه بتدبل وبتحمر. انا دلوقتي حطيت الفريك هسيبه يتحمر شوية مع البصلة وهبدأ ازوده بعد كده. ما ننساش البصلة ونقلبها من حين لآخر عشان ما تتلسعش. هنبدأ نزود معانا الفريق. هنحط له نص كوباية من المية، ولو عندك شوربة يفضل طبعا شوربة. وهنقلبه نديله تقليبة، وهنوطي عليه النار ونسيبه يشرب كوباية المية. ما نكترش مية اكتر من كده عشان ما يعجنش معانا في السوا بتاعته مع الفريخ. انا البصله كانت احمرت معايا، ما بحبش احمرها جامد للحمه المفرومه. دلوقتي انا بقلب معاها اللحمه المفرومه مع البصله، وقلت في الحله التانية عشان الوقت معايا انا هحمر الرز واسيبه بس على تزويده الشوربه. حطرت الحله وحطيت فيها ماده الدهنيه بتاعتك ايا إن كان انت بتحطي ايه، وحطيت فيها الشعريه، وهبدا ان انا احمرها وانزل بيها عليها بالرز. دي التوابل اللي انا حطيتها على اللحمة المفرومة. وما ننساش الشعرية، نفضل نقلبها كل شوية عشان ما تتلسعش. نقلبها لحد ما يبقى لونها ذهبي، وننزل عليها بالرز طبعا المغسول. في الناحية التانية هنا كان الفريك بتاعي استوى، وقفلت عليه وسبته لحد ما يبرد عشان ابدأ احشي بيه الوراك. نحمر الشعرية بتاعتنا.
اول ما تحمر معانا الشعريه هننزل عليها بالرز ونحمره، وما نزودش عليه الملح الا لما نيجي نزوده. احنا هنديله بس تشويحه مع الشعريه ونطفي عليه النار وما نغطوش الا قبل ما يبرد عشان ما يعرقش معانا. وقبل ما تيجي تسويه بنرفعه على النار تاني نسخنه، يا دوب يسخن كده ويحمر شويه نقوم مزودين الشوربه بتاعتنا. نفس اللون ده كده اللي احنا عايزينه، هنبدأ بننزل بالرز عليه المغسول ونحمره معاه. بتقلبيه كويس، وأول ما تحسي ان كل الرزاية اتغلفت بالمادة الدهنية هنقفل عليه النار وهنسيبه على جنب يبرد وما تغطوهش. دي العصاج بتاعنا بعد ما استوى، انا هقسمه نصين. دي بقى الفراخ بتاعتنا، التوابل بتاعتنا فلفل اسمر، روزماري، قرفة، زعتر، ملح وفلفل اسود، وكمان ورق لوريه وحبهان مطحونين. هنبدأ ان احنا نتبل الفراخ زي ما انتم شايفين. دي انا بخلي بتاع الفراخ يخليهالي زي ما انتم شايفين. بتعرفي تخليها اخليها في البيت. بندهنها كلها بالتوابل اللي احنا عاملينها دي. وبدخل جوه الدبوس كده هوت، وبعد بقى ما بتبلها بالتتبيله ديت بسيبها حوالي ساعه او نص ساعه، وكل ما تقعد في التتبيله كل ما تكون احسن والشوربه بتاعتها تكون جميله. وبعد ما تكون بتبلها من بره من جوه هبدأ ان انا اتبلها من بره، بتبل الجلد بتاعها بقية التوابل الموجودة معايا. بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وبعد ما بتبلها كلها بسيبها في التلاجة تشرب من التتبيلة اللي انا عملتها لها. بعد ما قعدتها فترة في التلاجة هنبدأ بقى دلوقتي نحشيها. هيكون معانا ورق فويل بعدد الوراك اللي معاكي، وهيكون معانا بكرة خيط بيضة، ومعانا الفريك بعد ما كمان برد معانا. ويلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه. بنجيب الورك زي ما انت شايفاه كده هوت، وهنبدأ نجيب الخيط الابيض معانا ونربطه في العضماية بتاعة الرجل. بعد ما ربطتها هبدأ ان انا اجيب سكينة، والجلد اللي بيكون سميك ببدأ ان انا افتحه زي البانيه كده هوت بالسكينة زي ما انت شايفة كده هوت، زي ما انا بعمل، بحيث ان كل الحشوة اللي انا دخلها هبدأ ان انا اغطيها كويس ما تطلعش مني. بحط كده معلقة معلقة وابدأ ان انا احشي الورك المخلي زي ما انت شايفة كده.
بعد ما انا كده حشيت الدبوس بتاعي، هبدأ احشي بقى العرادة بتاعته، وهلف عليها باللحم اللي انا عملته والجلد الزيادة في الورك. هبدأ ألف عليها بقى بالخيط اللي أنا ربطته في العظمة بتاعة الورك. بمسكه كويس، وفي الآخر بعد ما بلفه كويس ما بربطش الحبل، بسيب حبل طويل شوية عشان لما يجي يستوي أعرف منين أول الحبل، وأبدأ إن أنا أفكه. بعد ما حشيته كده هبدأ ان انا اجيب الفويل بتاعي وانا الفه زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. وفي الناحية التانية انا حاطة الحلة بتاعة الفراخ بتاعة الشوربة على النار بتغلي عشان اصلت فيها الفراخ بعد ما احشيها. ده كده بعد ما انا حشيته هحطه على جنب، وتعالوا بينا نعمل واحد تاني ونشوف هنعمله ازاي. ودي كده بعد ما خلصت الكمية بتاعتي الشوربة بتاعتي، انا حاطة فيها لوري، حبهان، قرفة خشب، حاطة فيها ملح، وحاطة فيها كمان كزبرة ناشفة وزعتر، وحاطة فيها كمان بصلاية صغيرة وطماطماية وجزراية. بتحسبي بالظبط اول ما الشوربة تغلي معاكي ربع ساعة بالظبط، وتطلعيهم من الشوربة من غير ما تفتحي عليهم. يلا بينا نشوف طاجن الكوسة عملته ازاي. انا عندي اللحمة ساوياها نص سوا. هنجيب دلوقتي في الطاجن بتاعنا، حطينا فيه مادة دهنية او مساحة، نزلنا بالبصل، هنسيب البصل بتاعنا يدبل. طبعا كمية البصل دي كلها هتدبل وهتختفي بعد كده وهوريكم. ده قرن فلفل حامي انا حطيته معايا عشان يديها طعم، ممكن تستغني عن الفلفل خالص طالما بتحبيش الشطة. الناحية التانية كانت الشوربة غليت بتاعة الفراخ، انا وطيت عليها وسبتها.
بعد ما البصلة دي بليت هننزل عليها باللحمة اللي احنا مقطعينها مكعبات، وهنبدأ نشوحها مع البصلة. هبدأ احط التوابل اللي هي مرق الدجاج، فلفل اسود، حبهان، لوري، زعتر، كمون، جوزة الطيب وقرفة كمان، واشوحهم مع اللحمة. هقلبهم كويس مع اللحمة عشان ريحتهم تطلع واللحمة تشرب من التوابل اللي انا حطاها. دلوقتي انا حطيت كبشتين من شوربة اللحمة مع اللحمة، وهوطي عليها واسيبها تكمل بقية سواها مع البصل والتوابل اللي انا حطيته، وانا ما حطيتش ملح. بعد ما اللحمة دخلت في السوا هبدأ انزل عليها الكوسة وهقلبها كويس، وهزود كمان شوربة عشان الكوسة بتاعتنا تستوي مع اللحمة. طبعا العمايل في طاجن فلاحي وصعيدي زي ده بيخلي الأكل طعمه في حتة تانية خالص. هنوطي النار وهنغطيهم ونسيبهم يكملوا سواهم، ويلا بينا نشوف الفراخ بعد ما استوت معانا وبردت. هنبدأ نفتح الفويل اللي احنا كنا حاطينه ونشوف شكلها بعد ما استوت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ طبعا كمان بعد ما بتتحمر بيكون شكلها في حتة تاني، والطعم بيكون حكاية كمان لما الفراخ بتكون متبلة وقاعدة في التتبيلة. دلوقتي هنعمل الجلاش بتاعنا. انا دي زبدة صفرة مسيحاها، وهبدأ ان انا ادهن الصاج بتاعي او الصينية بتاعتي بالزبدة، وهرص زي ما انتوا هتشوفوا معايا. هحط طبقة رقيقة من الجلاش بتاعي الطازة، طبعا كل ما يكون طازة بيكون طعمه احسن واحلى. هحط طبقة طبقة، وكوب بين كل طبقة هحط زبدة من اللي انا عاملاها. انا هجيب الصينية هنا قدامي عشان تكون قريبة مني، واقدر ان انا اتحكم في الرص بتاع الجلاش بتاعنا. دلوقتي هبدأ ادهن طبقة من الزبدة. طبعا الجلاش ايا كان حلو او حادق بيحب الزبدة، كمان لما الزبدة تكون فلاحي او بلدي طبعا بيكون حاجة تاني خالص. هنستمر كده لحد ما نخلص نص كمية الجلاش بتاعنا، وفي النص هنحط بقى الحشوة بتاعتنا. انا اللحمة بتاعتي قطعت عليها شوية من الزيتون كانوا عندي، وكمان هضرب معاها بيضاية. البيضاية ديت بتخلي اللحمة متماسكة، لما اجي اقطع الجلاش اللحمة ما تقعش منه وتكون متماسكة جوه الجلاش. هقلبها كويس، وبعد ما كملت النص الجلاش رص في الصينية هبدأ ان انا احط اللحمة المفرومة بتاعتنا وهفردها كويس جوه الصينية. طبعا الطبقة اللي احنا بنكون حاطين فيها اللحمة المفرومة مش بندهنها زبدة، ونبدأ نفردها كويس. وبعد ما بنفردها بنبدأ ان احنا نكمل بقية رص الجلاش بتاعنا.
ده كده بعد ما انا خلصت كل الجلاش اللي معايا هبدأ ان انا اقطع الجلاش. وطبعا الطبقة الأخيرة مش بدهنها الزبدة غير لما بقطع الجلاش عشان طبعا مش هنعرف نمسكها. ده النص التاني من اللحمة المفرومة، حطيت عليه زيتون وحطيت عليه فلفل رومي متقطع صغير، وطبعا لو كان عندك كزبرة خضراء كنت حطيتي بس انا ما كانش عندي، انتي لو عندك يبقى حطي. وفي الطبق اللي قدامكم ده معلقتين دقيق بمعلقة مية مقلباهم كويس عشان دي هتبقى المادة اللاصقة بتاعنا للسمبوسك. هنبدأ هنحشي السمبوسك ونشوف الطريقة ازاي. طريقتها سهلة قوي ولكل المبتدئ، يعني تعالى ونشوف احنا بنقفلها ازاي. نعمل واحدة تانية ونشوف احنا هنعملها ازاي تاني. دي بعد ما خلصت الكمية بتاعتي. ده الرز بقى هنزوده دلوقتي، انا رفعته على النار واول ما يبدأ يسخن نزلت بالملح بتاعي وهديله تقلبتين، بعد كده هنزل بالشوربة بتاعتي يكمل سواه. ده كده بعد ما زودته، دي كمان الطبقة اللي انا حطيتها هحطها على الجلاش. انا حطيت الجلاش اتشمع، وبعد ما اتشمع طلعت حطيت نص كوباية من اللبن مع نص كوباية من الشوربة مع بيضتين وقلبتهم وملح وفلفل ونزلت على الجلاش وحطيتهم في الفرن. دي الطاسة هحمر فيها السمبوسك بتاعتنا. انا هنا حمرت الفراخ بعد ما حمرت السمبوسك، ويا ريت يكون الاكل عجبكم. لو عجبكم يا ريت تعملوا لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وكل سنة وانتم طيبين.